السلام عليكم، اسمي خالد صالح المجيد من مكتب Office of Diversity ODEI Office، مكتب المتخصص بمساعدة الطلاب من مختلف الجنسيات والعرقيات. بهذا المكتب راح تجد شخص يتحدث اللغة العربية يقوم بمساعدتك في التسجيل بالجامعة أو التقديم على برنامج Work First أو بملء استمارة فاصل خاصة بالفاينانشال ايد. كما يمكنك استعارة الكتب المتوفرة داخل مكتبة ODEI Office. كما يمكن إنشاء حلقات دراسية خاصة بكل موضوع دراسي متخصص حسب الطالب واختصاصه. يمكن الحصول على مساعدة بملء الاستمارات الخاصة بالتسجيل داخل جامعة جرين ريفر ومساعدة الطلاب. شكرا. السلام عليكم. السلام. أنا اليوم الأول لي بالكلية. نعم. وحاب أسجل وأريد أعرف شنو الخطوة الأولى اللي لازم أسويها. الخطوة الأولى للتسجيل مالك بالكلية تبدأ بالويلكم سنتر. يا بالويلكم سنتر امتحان اسمه الكامبوس لازم تأجي هنا. هاي ورقة بيها الخارطة مال الكلية. هذا هو الويلكم سنتر اللي المفروض تروح له وتبدأ من هناك. أما أي مساعدة تحتاجها فراح تلقى مكتبنا اللي هو الـ ODEI Office بكل الأشياء اللي ممكن تحصلها منها. تحصل ترجمة بلغتك كاملة، ممكن تلقى أحد يساعدك في ملء هاي الاستمارات، ممكن تحصل الكتب على شكل لون تحصلها كامل الكوارتر ترجعين إياها آخر الكوارتر. طبعا هذا يتطلب تملأ الاستمارات الخاصة بتسجيلك داخل مكتبنا، فراح تحصل كل المساعدات اللي تحتاجها كطالب لغة غير اللغة مال أهل البلد داخل مكتبنا. اوكي، ممكن تساعدني وتدليني وين المكان اللي راح اسجل؟ اوكي، نروح لـ Welcome Center حتى نسجل. اوكي، شكرا. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. للتسجيل على منحة دراسية فافسا الأول فاينانشال ايد، وهي منحة دراسية خاصة بالحصول على شهادة جامعية، ما عليك إلا التوجه إلى الموقع الرسمي لها www.fafsa.gov. من ثم عليك التوجه إلى Start a New FAFSA. وإذا كنت طالب جديد تقوم بالتسجيل عليها، عليك اختيار الخيار الثاني Enter the Student Information، فتظهر لك قائمة بالمعلومات المطلوب إدخالها. بداية تقوم بإدخال الاسم بالكامل وطلب Social Security وتاريخ الميلاد، ومن ثم تنتقل إلى الخطوة التالية في التسجيل. طبعا ستظهر لك استمارة مشابهة للاستمارة الورقية التي يجب أن تقوم بملأها قبل إدخال هذه المعلومات على الإنترنت. ومن الضروري أن يقوم بمساعدتك أحد الأشخاص الذي قام بملء هذه الاستمارة سابقا، وذلك لكون المعلومات التي تحتويها مهمة جدا وعلى درجة عالية من الدقة، ويتطلب حفظ كافة المعلومات المدخلة على ورقة منفصلة تقوم بحفظها لأنك ستقوم باستخدامها لاحقا. هاي هنا عندك هذا الويلكم سنتر اللي تقدر تقدم فيه امتحان مال الكامبوس وتبدأ تسجيلك من داخل هذا البناء وتنتقل لغير مرحلة حتى تكمل باقي التسجيل الموجود. طبعا مثل ما تشوف هسه هذا المبنى مال الويلكم سنتر اللي قلت لك عليه اللي تقدر تمتحن فيه الكامبوس تيست، واللي هو اي طالب جديد هي هاي نقطة البداية له. يعني هنا راح نبدي بخطوتنا الأولى. طبعا هاي الخطوة الأولى للتسجيل انك تقدم امتحان الكامبوس تيست. زين، ممكن اعرف تفاصيل عن الامتحان؟ الكامبوس تيست عبارة عن امتحان تحديد مستوى يحدد مستواك بالرياضيات وباللغة الإنجليزية. امتحان الرياضيات راح يكون عبارة عن بيزك الأشياء البسيطة، ينتقل بالصعوبة كل ما أنت تجاوزت. إذا أخطأت 3 أخطاء متتالية البرنامج راح يقفل وينتهي، لأن هو برنامج على الحاسب مباشرة راح يتم الامتحان. وشنو الفائدة من هذا الامتحان؟ الامتحان هدفه يحدد مستواك، لان وراك راح تنتقل انت الادفايزر راح يقدم لك النصيحه. انت هنا تريد تسجل باختصاص معين، فانت مفروض معروف شنو مستواك بالرياضيات ومستواك باللغه الانجليزيه. هل انت اذا دخلت هذا الاختصاص راح تقدر تتابع وياهم مستواك هذا بالرياضيات ومستواك هذا باللغه الانجليزيه؟ فالادفايزر من راح يقرا الدرجات اللي انت تحصلتها بالكامبوس تيست راح يقدر يعرف انت عندك امكانيه تكمل بهذا الاختصاص لو لا، او راح ينصحك تسوي شيء اسمه البري ريكويست اللي هو مواد اضافيه راح تروح تقراها قبل لا تدخل هذا الاختصاص. زين، ممكن اعرف اذا كان اكو تكلفه ماديه اضافيه لاجراء هذا الامتحان؟ هو عاده تدفع $10 حتى تقدم هذا الامتحان، الا اذا كنت انت في احد البرامج مثل Work First فهو راح يقدم لك فاوتشر
عن طريق مكتب الووركبيرس احنا داخل الجامعة حتى هو يدفع عنك هذا المبلغ. زين ممكن نستخدم انا املي معلوماتي عن تفضل السلام عليكم. الخطوة الأساسية والأولى في التسجيل داخل الجامعة هي بالتوجه إلى مكتب الاستقبال Welcome Center أو بالتوجه مباشرة أونلاين عبر موقع الجامعة www.greenriver.edu، من ثم الذهاب إلى التسجيل Apply Now، ثم التوجه إلى Apply Online، ثم نقوم باختيار الخيار الثاني Set up My Web Admission Account. ستظهر لنا صفحة تتضمن إدخال معلومات تتضمن الاسم وكلمة السر، ويجب حفظ هذه المعلومات على ورقة لأنك سوف تحتاجها لاحقا. طبعاً سيدر هول طابق ثاني غرفة 303 هو المكان تقدر تسجل بيه على برنامج الووركبيرس. وتقدر تشرح لي شنو الووركبيرس وأنا شنو راح يفيدني؟ أنا أقول لك. الووركبيرس عبارة عن برنامج خاص بالنيوكامر اللي يجون من أمريكا هنا، مثل الريفيجي، الإميجرانت، هذول كلهم يقدرون يسجلون على برنامج هو الووركبيرس. هذا البرنامج ينطيهم منحة مالية غير مستردة، يعني مبلغ غير مستردة مولون لمدة سنة كاملة، 4 كوارترات، يقدر يدرس بيها برنامج بحيث يحصل شهادة أمريكية ويقدر وراها يقدر يتابع شغله، يقدر يلقى شغل يعني. زين هذه الـ 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 أنا بدي أعرف المبالغ اللي راح تندفع للدراسة، هل هي راح تكون عبارة عن قرض أو هي منحة؟ ومن راح يدفعها؟ تحديداً أي شخص مسجل بالدي إس إتش إس، دي إس إتش إس هي راح تولى عملية الدفع للجامعة من تسجل أنت دروسك. هاي الفلوس طبعاً تشمل فلوس المواد اللي راح تدرسها وفلوس الكتب، بالإضافة إلى ذلك عن طريق هذا البرنامج تقدر تحصل عمل كطالب في حال وجدت مكان للعمل لك داخل الجامعة. مدة العمل مالتك راح تكون 19 ساعة مدفوعة الثمن من قبل دي إس إتش إس. زين شنو فرقها عن الفاينانشال إيد؟ فرقها عن الفاينانشال إيد إن بالفاينانشال إيد قلت لك عندك مبلغ محدد هو 1500 دولار، مجرد خلصتها بعد ما يحق لك تشتغل ساعات أزيد من هذين ماكو دفع راح يكون، بينما هنا مفتوح الدفع. مثلا بالبريك أو العطلة اللي هي بين كوارترين أو عطلة الصيف ممكن تشتغل فول تايم لغاية 40 ساعة وتكون مدفوعة الثمن. ممكن تراويني المكتب اللي أقدم عليه؟ تفضل. حبيت أسئلك عن الفاينانشال إيد. بصراحة ما عندي معلومات قوية عنها، أريد شرح وافي. شنو الفاينانشال إيد؟ هو بالضبط أنت من رحت المكتب الفاينانشال إيد زودوك بهاي الورقة الصفراء لغلط تترسل، طبعا نفس هاي الاستمارة موجودة نسخة منها موجودة أونلاين مفروض هم لك إياها، نفس المعلومات بيها بالضبط. الفاينانشال إيد عبارة عن منحة مالية على شكل نوعين، الجزء الأول يكون غير مسترد يعني راح تعطى لك مقابل تبي تحصل شهادة، الجزء الثاني يكون عبارة عن لون قرض مسترد المبلغ يعني إذا صرفته لازم ترجعه وياه بعد انتهاء مدة الدراسة طبعاً أثناء تحصيلك العمل. الفاينانشال إيد عبارة عن 9 كوارترات تقدم بالبداية قابلة للتمديد حسب دراستك اللي أنت تدرسها داخل الجامعة. يعني الفاينانشال إيد نهاية عبارة عن عملية مساعدة من الدولة للطالب حتى يحصل شهادة يقدر يحصل عمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أنت إذا عندك أسئلة ثانية ممكن تسألها عن المعلومات. من حكيك معناها أن الفاينانشال إيد راح يغطي تقريباً أساسية الدقبي. أي طبعاً يغطيها. يغطيها كاملة بدون ما أضطر أنه أدفع أي مبالغ أضافية. بالضبط بالضبط، هي هاي مهمة الفاينانشال إيد. ولما أكمل أني هذا الشيء وأحب أكمل الدراسة أرجع مرة ثانية أقدم على الفاينانشال إيد، هم راح يعطوني منحة إضافية أو راح يعطوني قرض؟ إذا كانت التخصص راح تكمل به ضمن التخصص اللي أنت أصلاً بديت فيه، طبعاً الفاينانشال إيد يسمى تمديد، راح يمدد لك يعطيك كوارترات فلوس إضافية حتى تكمل، بس إذا كان غير اختصاص لا ما راح يعطيك. الفاينانشال إيد طبعاً ما راح تقدمه أنت، راح توصلك رسالة خطية بالموافقة، هاي المفروض تجاوب عليها بها قيمة المبلغ حسب الاختصاص اللي انت حددته في دراستك،
فمفروض ترجع تجاوب الموافقة لهم. بعدها راح يوصلك كارت ملكي كريدت. من يبدأ الكوارتر مالك راح يتحول لك بيه هاي المبلغ المالي الخاص بهذا الكوارتر الخاص بالدراسة، يتحول بهذا الكارت تقدر تسحب منه تصرفات. عندي سؤال. تفضل. من راح أبلش بالدراسة راح أترك العمل مالتي طبعاً. وأقدر ألقى الفاينانشال ايد يوفر لي فرصة للعمل داخل الكلية اللي أنا أدرس فيها. بس تطرح موضوع العمل داخل أي كلية بالولايات المتحدة الأمريكية أو إحنا داخل الجامعة بالضبط، مسموح للطالب يشتغل بارت تايم مدة 19 ساعة. إمكانية إنك تحصل عمل داخل الجامعة طبعاً موجودة، تشتغل في ستودنت بورد مدة 19 ساعة بالمينيموم ويجي في هو في الولايات المتحدة داخل الولايات هو $9.47. فأنت الآن ممكن تحصل عمل إذا دورت داخل الجامعة تقدر تدرس تقدر تشتغل. ومن بالفاينانشال إيد موضوع العمل يتغير لأنه هو عبارة عن تخصيص مالي لك خلال فترة الكوارتر مقدار $1,500. فأنت مجرد تتجاوز تعوض هذا المبلغ اللي استلمته بعد ما يحق لك تشتغل ساعات. يعني اكو طرق ثانيه مثلا عن طريق يعني المكتب يعطيك تخصيصات، بس مو هذا الشيء النظامي. الجرانتي هو 19 ساعه تستلم فلوسه الى تحت الورك فيرست او $1,500 زين. عندي بعد طلب اخير، المكتب مالتكم يساعدنا طبعا هو مو شغل المكتب الرئيسي يعني استمارة الفاينانشال ايد، بس احنا دائما نقدم مساعدة لان تدري اللي يجينا ما يحكي نفس اللغة او ما يعرف المعلومات اللي موجودة داخل هاي الاستمارة، فطبعا احنا نساعد اي طالب يجينا بهاي المعلومات حتى يكمل استمارته الى ان تجيب موافقة. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. خالد. لو سلام. شلونك؟ صحتك؟ بشرنا خلصت؟ والله الحمد لله. الحمد لله خلصت. اجيت اشكركم واشكر المكتب مالكم على المساعده اللي قدمتوها لي ابتداء من استماره التسجيل بالوكم سنتر للورك فيرست، من استماره الفاينانشال ايد، الريجستر للكلاسات، العمل دروب للكلاسات. انا جدا ممنون لخدمتكم. يعني هذا واجبنا وواجب مكتبنا. يا اهلا وسهلا بك في اي وقت.